هو سينيت 5 سنين مع الرجاء البيضاء، هو أخي بقرار خديت يعني في الرجاء في مكتب المسير يعني شوية كيقولوا وعود الكذبة وشحال من حاجة. زكريا الهبطي لاعب فريق الجيش الملكي، مرحبا بك معنا في الحلقة الثانية من برنامج بانينكا على العمق المغربي، ورمضان مبارك كريم. لا لا خطيك باش ما تمنيتي ان شاء الله على المغاربة كاملين. عرفنا براسك. معك زكريا الهبطي، لاعب فريق الجيش الملكي، 26 سنة. قربنا من مسارك الكروي اكثر. مساري الكروي يعني بدا في الاحياء الشعبية، يعني كأي طفل يعني صغير في الاحياء الشعبية بديت كنلعب، يعني جا داكشي سبونطاني كيف ما كنقولوا، يعني وشافوني الدراري ديال الحي والعائلة ديالي يعني وقالوا للعائلة ديالي باللي خصو يسقى الموهبة ديالو، يعني حيت عنده ما يقول. وداكشي اللي كان يعني بديت في واحد الفريق اللي هو بسيط في حي شعبي حدانا، بديت كنلعب حتى جا واحد المنقب سميتو مروان يعني ديال اكاديميه محمد السادس، ومشيت دوز التيست وتقبلت، ولكن واخا هكاك ما كملتش معاهم حيت ما عجبنيش الجو داكشي. رجعت للدار كملت مع نفس الفريق اللي بديت معاه في حي شعبي، حتى من بعد واحد النهار لعبنا كونتر الرجاء يو 15، لعبنا معاهم ونلت الاعجاب ديال المدرب الرجاء البيضاوي، وتمت المنادات عليا، ومن ثم بدا المسار ديالي يعني كلاعب بروفيسيونيل. يعني بديت تدريجيا من يو 15 ايديسات ايديزناف، يعني حتى 2018 كان نادى عليا غاريدو، ومن بعد منها العام 2019 كان كارتيرون، يعني نلت اعجاب ديالو بزاف، وقررت يعني بلي اول كونطرا تكون عندي بروفيسيونيل مع فريق الرجاء البيضاوي. واش لقيتي صعوبات في مسارك لحد الان؟ صعوبات كثيره وكثيره، ولكن الحمد لله ما مشاتش خاويه. يعني ضروري من الصغر راك عارف كنت ساكن في حي شعبي، باش توفق ما بين القرايه والكره، يعني والاب ديالك ضروري تقول لك ما خصكش تفرط في الكره، ويعني كنت كتشوف دري صغير ما يعني وليت كنشوف الكره اكثر من القرايه، يعني ولات عندي واحد نقص في القرايه ديالي، وهكا كان تخوف ديال الاباء ديالي. والاب ديالي كان واحد الوقيته بحال كان يحبسني حيت كان بغاني نقرا، ولكن كنت وعدته قلت ليه باللي انا غادي نكمل في القرايه ديالي ونكمل الكره ديالي، والحمد لله وفقني الله. عاد كاينين صعوبات يعني كيف ما كنشوفوا، يعني اي واحد كيكون عنده تكون عنده معجبين وتكون عنده يعني وحدين ما تيحملوش يعني هكا، مي الحمد لله وفقني الله باش نتغلب على كاع الصعوبات ونوصل لهادشي اللي انا واصل له الحمد لله. كيفاش كانت ظروف انتقالك من الرجاء الرياضي للجيش الملكي؟ ظروف انتقال ديالي يعني كان اتصالات قبل مع المدرب زفين، يعني وكانت عندي كونطرا مع الرجاء ديك الساعه، ما كنتش نقدر يدير داك الترانسفير، يعني كانت شويه صعيبه، وكان ديك الساعه باقي عندي انغاجمون. مي العام اللي فات كان وقعوا لي مشاكل في فريق الرجاء البيضاوي، يعني هي ما كنتش كنحسبها مشكل، ولكن مهم يعني وقع لي مشكل مع المكتب المسير ديال الرجاء البيضاوي صافي. وتما يعني بحال قلتي الجيش الملكي لقاو الفرصه باش كنبغي ندير الشكر ديالي للايوبي اللي وضع الثقه ديالي فيا، يعني عيط ليا بقى كيعيط ليا ويعيط كيقول لي حنا محتاجينك هكا. وانا كيف ما كنتو في فريق الجيش الملكي فريق كبير كما كنقولوا فريق الزعيم فريق الالقاب، وكنت شفتهم داك العام يعني بداو كيرجعوا للسكه الصحيحه ديالهم، وقلت علاش لا انا نجي وندي معهم الالقاب، ويعني كان داكشي مشترك ما بين المكتب المسير ديال فريق الجيش الملكي وما بيني انا، يعني داز داكشي داك الكورون داز دغيا والحمد لله. اشنا هي ابرز الاختلافات اللي لقيتي بين الفريقين؟ والبيبليك بحال يعني انا كشخص ما عنديش مشكل، يعني في البيبليك كيف ما كان نوعه نقدر نلعب معه، يعني نقدر نتادابط معه كأنا لعب، وكالشخصيه ديالي نقدر نلعب مع اي فريق واي جمهور، غير كيف ما كنقولوا لونتوراج ديالك في فريق الجيش الملكي كيف ما كنقولوا مكتب وكل شيء يعني بروفيسيونيل كيخليوك يعني اجواء داخل الجيش الملكي
كتحتم عليك تكون في التيران مزيان، يعني اجواء مزيانه، ماكله مزيانه، خلاص في وقته، يعني داكشي بروفيسيونيل كيف ما كيتمنى اي لاعب مغربي غيلقاه في فريق الجيش الملكي. هذا هو الاختلاف اللي كاين في الرجاء، يعني في الرجاء المكتب المسير يعني شويه كيولو وعود الكذبه وشحال من حاجه. واش كتفكر تحترف في دوريات اخرى؟ ورا اي لعاب يعني الطموح ديالو ما تيكونش محدود كيف ما كنت انا، لوبجيكتيف ديالي يكون كبير، ولكن الحمد لله يعني كتقول هذا قدر الله، يعني كان شحال من عروض وشحال من حاجه، مي الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي كيختار لك القدر ديالك. يعني كيف ما كنقولوا زعما يعني شحال من مسير داز في الرجاء حبسك على شحال من حاجه، ولكن ان شاء الله مازال خير القدام، ومازال كنشوف ان شاء الله غادي نلعب في فريق في الاحتراف ان شاء الله. الانتماء الكروي ديالك؟ الانتماء الكروي ديالي ما محددش يعني في المغرب. دابا انا مع فريق الجيش الملكي، يعني كنت قاتل على هذا اللوغو هذا، وغنبقى نتقاتل عليه حتى نجيبوا الالقاب ان شاء الله. ولكن كاينين دي زيكيب في لوغوب، يعني كاين انتماء في لوغوب بحال البارسا، برشلونة كتعجبني بزاف، واسي ميلان. قرار خديتيه في المسار الكروي ديالك وندمتي عليه؟ هو سينيت 5 سنين مع الرجاء البيضاء، هو اخيب قرار خديت، ماشي كنت متردد، واحد السيد هو اللي رغمني باش نسيني هاد الكونطرا هادي، وكان هو اخيب قرار خديته، ولكن الحمد لله. كون ما كنتيش لاعب كرة القدم شنو غتكون؟ كون ما كنتش لاعب كرة القدم كنت غنكمل القراية ديالي وغندير كيف ما كيديرو يعني جميع الطلاب، وكنت ولكن كنت غنطمح لشي حاجة كبيرة كيف ما كنطمح في الكرة، كنت غنطمح في الحياة الشخصية صراحة، يعني شخصيا انا كنت غنطمح في شي حاجه كبيره. يعني المهم كنت غادي نقرا ونكمل القرايه ديالي ونشوف الميول ديالي فين كاين، وكنت غادي نكمل. واش كتاثر فيك انتقادات الجمهور؟ انتقادات عاديه، يعني راه ميسي كيتلقى الانتقادات، يعني راه ماشي مشكل، يعني العكس الا كان شي نقد هكا بناء ماشي مشكل، كتاخد عليه وكتزيد تخدم على راسك، ولكن الا كان شي حاجه غير هضره هكا ما كديش عليها. إلا خيروك تلعب لأحسن فريق في العالم ولا تكون أفضل لاعب في العالم؟ نختار نلعب مع أحسن فريق في العالم، حيت لعبتي مع أحسن فريق في العالم غتولي أحسن لاعب في العالم، يعني هادشي اللي كاين، يعني بلي كاليتي اللي عندك غتلعب في فريق أحسن فريق في العالم غتولي أحسن لاعب في العالم. إلا خيروك تكون أفضل حارس ولا أسوأ مهاجم؟ أفضل حارس. أفضل حارس، يعني افضل حارس يعني غتكون شي حاجه زوينه، ولكن اكفس مهاجم يعني شويه صعيب. الى خيروك تربح كاس العالم بلا ما تلعب حتى مباراه ولا تلعب كاع المباريات وتضيع لا كوب في الاخير؟ نلعب كاع لي ماتش ونخسر لا كوب في الاخر، حيت واخا هكاك غتبقى في ليستواغ ديالي، يعني ما لعبتي حتى شي ماتش وربحتي كاس العالم، واخا هكاك ما كاينش داك ما ماشي ما يجيش بحلاوته، يعني كيف ما لعبتيه وديتيه، ولكن كيف ما لعبتيه وما ديتيهش ماشي مشكل، يعني غيبقى في ليستواغ ديالك، ومن بعد تعاودها لولادك، يعني توريهم لي ماتش ديالك، ماشي بحال ما درتي والو. شكون هذا؟ هذا كيجيني وقيلا مالديني. لا راموس. لا جوغ د لوروب ولا د المغرب؟ ماشي مغربي، ماشي عربي. لا اوزيل حيت بدل لاكوب ديال هذا مغربي، هذا العربي. العربي الناجي. اذا نازار هو مغربي حارس هذا. لا اتاكم باقي كيلعب دابا ياك؟ ما كيلعبش في البطوله عندنا. هذا زياش؟ لا الحمد لله. لا ماشي شكون اتاكم ما كيلعبش في البطوله عندنا، كيلعب في المنتخب. لا كيلعب في الدوري الإسباني نصيري.
واش بلي رطب شويه الشعر قال لي ما كيبانش من بعد بلي شعر هذا شو مغربي هذا الهبط يعني هذا رويس لا كروس لا لا دي براين الله يسلمك زكريا الهبطي كلمة أخيرة المتتبعين العمق المغربي كنبغي نقول يعني قناة اللي هي زوينة ب يعني بالطاقم ديالها كنبغي نشكرهم بزاف وكنبغي نقول لهم يعني تفاعلوا مع هاد القناة يعني اللي كدير شي حوايج اللي هما زوينين واللي كيفيدوا يعني في يا في المجال الكروي يا في المجال يعني المغربي بصفة كل